قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن القوات الإسرائيلية أخلت مستشفى الشفاء في غزة تحت تهديد السلاح. وناشدت الوزيرة الفلسطينية المنظمات الدولية بإجلاء المرضى لمستشفيات الضفة الغربية أو لمصر. قام جيش الاحتلال صباح اليوم بتوجيه إنذار بإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين فيه خلال ساعة واحدة ليواجهوا مصيرهم المجهول، حيث تم إجلائهم تحت تهديد السلاح، ولم يتبقى سوى 126 مريض وخمس أطباء بالإضافة إلى 34 من الأطفال الخدج في أقسام المستشفى المختلفة. وهنا أكرر الدعوة لكل المنظمات الصحية والدولية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالضغط على جيش الاحتلال والعمل على نقل الأطفال الخدج والمرضى إما إلى مستشفياتنا في الضفة الغربية لتلقي العلاج فورا أو إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية.